بمناسبة حلول غرة شهر رمضان للسنة الهجرية 1444، يسعدنا ويشرفنا أن نتقدم إلى الشعب الجزائري عامة وإلى الأمة الإسلامية بأحر التهاني وأجمل التبريكات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا رمضان رمضان الخير والرحمة والمغفرة والسلم والسلام والأمن، وأن يكون دافعا جديدا لنا جميعا للعمل أفضل وللإتقان أفضل وللبذل من أجل خدمة هذا الدين وخدمة هذا الوطن، شاكرين أيضا ومهنئين لكل الزملاء والزميلات الإعلاميين والإعلاميات الذين يقدمون جهدا ويتواصلون ويتفاعلون مع المجلس الإسلامي الأعلى، داعيا الله عز وجل أن يتقبله في ميزان حسناتنا ويجعلنا من الذين يغفر الله لهم في هذا الشهر ويجعلنا في النهاية حثقاء من النار. كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأطيب الطاعات، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.